بعد غروب شمس يوم الثلاثاء 23 من شهر رمضان المبارك، والذي يصادف نفس اليوم من شهر أغسطس من عام 11 و2000، ارتكبت كتائب القذافي فيما يعرف سابقا باللواء 32 معزز إحدى الجرائم البشعة في حق أبناء الشعب الليبي، وذلك بإطلاق الرصاص الحي والقنابل اليدوية على المعتقلين العزل بمعتقل اليرموك. طبعا شهدتها كاملة، إلقاء السبع قنابل داخل الهنجر وإفراغ ما عندهم من المخازن كلها فرغها عندنا داخل الرصاص. يعني تعجب أن أنا لما خرجت من أصحاب روحي ممكن أنا اللي نجيد بس، يعني فتفاجأت ببعض الأشخاص من خرج أمامي وهم قليل، وخرج خلفي بعض الأشخاص القليلين، فلأنهم ذهبوا بيجيبوا المخازن، بغيروا المخازن بتاعهم الفارغ بالمليان، يعني شغل المعسكر 32 هذا. وطبعا خرجت من المكان ويعني تسلقت السور هذا طبعا، وكانت كما قلت لكم كانت عندي إصابة في يدنا، فيعني قدرة الله سبحانه وتعالى هي التي جعلتني يعني تسلق سور أخي الكريم أعلى من هذا. يعني إن هذه الجريمة جاءت ردا على تحرير العاصمة ومعظم مدن ليبيا في 20 من شهر رمضان المبارك، لتبين لنا مدى الغيظ والحسد الذي كان في قلوبهم من ثورة أراد الله لها أن تنتصر. رفهم يوم خميس 18 رمضان 18 شهر 8، وبعد رفهم ما نعلم يوم تحرير زليتن ما نعلموش بيهم وين معنا، فقعدنا على نسأل ويتوقوا ويسحبون في زليتن ما وجدوا حد في زليتن. بعدها بدوا سمعوا بالمحرقة ونجوا ناس من المحرقة من أقاربي جو قالوا معانا في المحرقة. 2/5 رفعوا، قاعد في الشقة مش رفعوا بالشقة، هذيك الرفعة مع شريتها بكرة رفعوا من الشقة، رفعوا وزوز ثانيين طلعوا هو ما طلعش. مرة يبعث لي في السلام محمد. قبل عامين من الآن وخلف هذا الباب لقي أكثر من 100 شخص حتفهم في محرقة لم يعرفوا لها التاريخ المعاصر مثيل، وذنبهم الوحيد أنهم قالوا لا في وجه النظام الطاغي فاسد. وليد بلامة، قناة ليبيا لكل الأحرار، طرابلس.